وفي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، شارك وفد مملكة البحرين في الجلسة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية. وقد بحثت الجلسة مجموعة من التوصيات والتقارير المرفوعة من اللجان. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. أهلا بك معنا في نشرة الثامنة. بصفتك بعد التحية، بصفتك عضوا في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، هل لك أن تطلعنا على أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال هذه الجلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لنقل مجريات ما جاء في جلسة البرلمان العربي الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي انعقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي ترأسها معالي الأخ عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، والذي أكد على المبادئ الأساسية التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت اشترك في هذه الجلسة وفد من البرلمان العربي للطفل برئاسة رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل، والتي ألقت كلمة عبرت فيها عن شكرها وتقديرها لإتاحة الفرصة لأطفال الأمة العربية للمشاركة في هذه الجلسة، كما عبر أعضاء البرلمان عن سعادتهم لسماع صوت الطفل العربي، أطفال اليوم، شباب وقادة المستقبل يعبرون عن آمالهم وطموحاتهم في بيت الأمة العربية جامعة الدول العربية وعن طريق البرلمان العربي. بعد ذلك تمت مناقشة موضوعات ذات أهمية بالغة تمس الأوضاع السياسية والأمنية والديمقراطية لعدد من الدول الوطن العربي التي تشهد تطورات مؤسفة خلال الفترة الراهنة. وقد أبدينا نحن في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي اهتماما بالغا بأهمية تضافر الجهود العربية لكشف ومواجهة كافة المساعي المغرضة لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية. وخلال الجلسة أكدنا على بيان مواقف الإدانة الصريحة لكل الأعمال والإفصاح بموضوعية وشفافية عن منابع المؤامرات واطلاع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على حقائقها بما يعد حاجزا منيعا يحول دون القدرة على اختراق الصف العربي والنيل من وحدته وسيادته واستقراره. شددنا أيضا على ضرورة التدخل العربي السريع في تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس والسودان، وشدد على ضرورة استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقتها المحدد وخروج المرتزقة والميليشيات، كما ناقش الوضع المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا بسبب سد النهضة وحق كل دولة في نصيبها بناء على اتفاقيات الدولية في هذا الشأن. واتفقت في الحقيقة كل أعضاء البرلمان العربي على موقفهم الرافض للاجتماعات الإرهابية المستفزة والمتكررة على مياه الخليج العربي، والتي تزامنت مع أجمات صاروخية غاشمة ضد المدنيين والمنشآت العامة والصناعية في المملكة العربية السعودية، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بدعم من إيران وميليشياتها الإرهابية. نحن نشيد في الحقيقة عبر اللجنة بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في النهوض بأمنها القومي والمحافظة على استقرارها ووحدة شعبها، ولا سيما فيما يطلع به جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله بدور كبير في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، والتي نجد من الضروري علينا جميعا مساندته ودعمه في الدفاع عن أمن واستقرار الأردن. كما سلط معالي رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر
بكلمة ألقاها أمام البرلمان العربي في بداية الجلسة الضوء على محاور مهمة وموضوعية تتعلق بالقضايا والأوضاع السياسية والأمنية الحاصلة في اليمن وما يتعرض له المدنيين من اعتداءات صادرة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وباستخدام الصواريخ الباليستية والأسلحة النارية وممارسة الإطار على سعد المعزوم. نعم، من القاهرة سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.